بعد يومين من معاناة الآلاف من العطش، عادت المياه مرة أخرى إلى أغلب مناطق حي مدينة نصر بعد انقطاعها بسبب إهمال في محطة الرفع، وهو الحادث الذي تزامن مع مشكلات مماثلة في مناطق كثيرة بالجيزة ولكن بشكل أقل حدة. انقطاع المياه في مدينة نصر كف عن مشكلة كبرى في توفير خدمات مياه الشرب، حيث أكد وزير الإسكان مصطفى مدبولي أن ظاهرة البناء العشوائي بعد ثورة 25 يناير وضعت مرافق المياه في موقف حرج في ظل عدم قيام هيئة مياه الشرب بمشروعات جديدة. وفي الجيزة التي تضررت أجزاء واسعة منها من انقطاع المياه، بدأت هيئة مياه الشرب في اتخاذ إجراءات لتحسين عمل الشبكة عبر مد خطوط في مناطق أكتوبر إلى المريوطية وغيرها، وهو ما سينهي الأزمة نهائيا بحلول الشهر المقبل. ولكي لا تتكرر مثل تلك الأزمة، رصدت وزارة الإسكان المناطق المحرومة من المياه بشكل جزئي لتضمينها في أي مشروعات قادمة لحل المشكلة جذرياً.